فقوله عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح قال: إذا أتى أحدكم أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإن قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. العلماء فيه أقوال كيف لا يضره أبدا، والأقرب والأصوب أن يقال إن من قال هذا الدعاء بقلب صادق مخلص وأتى به على وجهه الصحيح فإن ولده لا يضره الشيطان أبدا، شأنه كشأن قراءة آية الكرسي والمعوذتين وما شابه ذلك من السور والأدعية التي جاء فيها حفظ إذا قرأها صاحبها، فإذا وجد ضرر فالضرر ليس من نقص وعيب في الدعوة ولا في السورة، إنما النقص في القارئ أو في الداعي.